نبدأ اليوم الحلقة الثانية من الدروس الذهبية من الرحلة الدارفورية. هذه الرحلة كانت خاصة ببناء السلام بعد النزاع وفض النزاع في إقليم غرب دارفور. الدرس الثاني اليوم نتكلم على أن تطوير الوسائل التقليدية في الموجودة في البيئة القبلية لفض النزاعات أمر هام جدا. فأحد الوسائل التقليدية الموجودة في إقليم غرب دارفور منها نظام الجودية ونظام الرقوبة ونظام الكرامات. الفريق الذي بدأ في بناء السلام في القرى المتضررة من النزاع بدأ يطور هذه الوسائل بحيث تجاري القضايا الجديدة وتكون عندها مقدرة وقدرة على إنهاء النزاع. فكان لها نتائج مبهرة جدا. مثلا لو خدنا نظام الركوبة هو نظام للتقاضي قبلي خاص لفض النزاع بين سكان المنطقة، بيتكون معظمه من الرجال. مع التدريب تم إدخال العنصر النسائي في فض النزاع. كان إدخال العنصر النسائي أمر غير مسبوق وغير معهود، كان نتائجه على بناء السلام وسرعة التقاضي القبلي كانت عالية جدا. أيضا نظام الجودية ونظام الكرامة. فإذا الدرس المستفاد على كل راغب في بناء السلام وتطوير المنطقة ونشر الوئام في المناطق والقبائل أن يفهم التركيبة القبلية ووسائل التقاضي التقليدية، لا لينفيها ولا ليلغيها، ولكن ليطورها ليجعلها أكثر فاعلية في بناء واستقرار المجتمع. فاستخدام الأدوات المعروفة والمعهودة والمقدرة عند القبائل في بناء السلام أمر كان مهم جدا وكانت نتائجه عالية جدا. أشكركم اليوم وعلى وعاد إن شاء الله بكرة وبعده نكمل الحلقة الثالثة من الدروس الذهبية في الرحلة الدارفورية، وشكرا.